فصل، والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن السواك: وكانوا يستعملونه من عود الأراك، مطهرة للفم، مرضاة للرب. وشأنه استعداد المؤمن لأن يذكر ربه وأن يتلو كلامه سبحانه وتعالى، فيناسبه أن يطهر فمه وأن يطيبه. والأراك شجر يخرج في البادية، وعوده على نوعين: أخضر ويابس. والأخضر له رائحة تشبه رائحة الكستناء. هل تعرفون الكستناء؟ والله شكلكم أنتم عارفين حاجة في الكستناء ده. أهو واحد عارفه بيقول لك مارون جلاسيه. هو فعلا الكستناء أبو فروة اللي هو مارون جلاسي. طب هم دول عارفين ابو فروه؟ ما هم شافوهوش. لا، المارون جلاسي مش هتشوفه اصلا، لكن احنا في ابو فروه الاول. فالكستناء هو ابو فروه، وابو فروه هو اللي بيسكروه يحطوه في ميه سكر ويعملوا منه المارون جلاسي. كيلو منه بكام دلوقتي؟ احسن. فإذا رائحة الكستناء ده لما تجيب البتاع من الشجرة، تروح بلجيكا هولندا تلاقي كل الشجر اللي في الشوارع كستناء، بس ممنوع أكله عشان التلوث، يعني هتاكله من هنا المستشفى على طول. ترسم ريحته تلاقيه هو ريحة السواك الأخضر. طيب لما يجف بقى، قوم تلاقيه شد حيله كده هو جف، يبقى في بودرة، بس مش مرئية البودرة دي، إنما هي بتعالج السنان واللسة والحاجات دي هي. فشجر الأراك هو اللي كان شائع، وإلى الآن لما تروح تحج أو تعتمر قوم تلاقي السواك بتاع الأراك ده هو اللي موجود. وسيدنا علي بيقول إن هو دخل على السيدة فاطمة وبعدين لقاها بتتسوك، لأنه عشان السواك يجيب أثر لازم تتسوك يعني 3-4 مرات 5 في اليوم. ومن هنا رأى الإمام مالك أن تتسوك قبل الوضوء عشان تمضمض بقك وتخرج القلح، يعني اللي هو بيسموه البلاك دلوقتي، القلح اللي هو إيه؟ البلاك، يزيل البلاك من سنانك وتتفه بره. وكره مالك أن يكون ذلك قبل الصلاة، لأن أهل المدينة لم يفعلوه. ولكن لما قال النبي عند كل صلاة، حملها بعضهم ومنهم الإمام الشافعي عند الصلاة نفسها يعني، واللغة تحتمل ذلك. الإمام مالك
لفعل أهل المدينة، قال لا ده عند كل صلاة، يعني عند كل وضوء اللي هو شرط الصلاة، لأنه هذا من باب إزالة المستقذر. البلاك ده يعني فضائل الطعام بتاع، يعني ما هوش حاجة يعني حلوة، فده من 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 قبيل إزالة المستقذر. والمسجد منزه عنه، منزه عن إزالة المستقذر ده، وجهة نظره كده. إمامنا الإمام الشافعي خدها من الناحية اللغوية الموضوعية، إنه عند كل صلاة يبقى عند كل صلاة، يعني قبل كل صلاة كده يشوص فاه بالسواك. وبعدين العلماء قالوا والمقصود منه أي مزيل، يعني لو منفعش عود الأراك ما هوش موجود مش في بلادنا نعمل ايه؟ فكانوا يستعملون بدلا عنه عود الزيتون، شجرة الزيتون يجيبوا برضو منها العود زي بتاعة الأراك. فسيدنا علي دخل على السيدة فاطمة لقاها بت ايه بتشوص فاها بالسواك، فعمل البتين دول وكأنه يعني يداعبها بهما. وقال لها في ايه بقى شيخ مجدي؟ قال اللهم صل على سيدنا محمد فكرنا. أوفزت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. واخد بالك؟ يعني غيران عليها من عود الأراك. خلي بالك من الكلام لأنه ده يعجب الستات قوي، اللي هو اللي قاله سيدنا علي ده. أوفزت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. يبقى السواك الأولاني اللي هو إيه اللي احنا بنتكلم عنه ده، العود، والسواك الثاني يعني غيره، ما فازش مني انت اللي ايه فزت في الحكاية دي من ورايا. والسواك مستحب. طب وفرشة الأسنان برضو مستحب، حتى قال العلماء ولو بإصبع خشن، صباعه كده يبقى خشن من العمل وكده، فيجوز ان هو يشوص فاه فيكون قد قام بسنة السواك. طبعا هو ضيع على نفسه شوية البودرة والريحة الحلوة اللي في الأراك دي. فإذا وهو أصلا بعود الأراك، ويجوز بأي عود من أي شجرة، بل ويجوز بالإصبع إذا كان خشنا حتى يزيل ما في الفم من بقايا ويصح الفم، ولكن بدرجات. أحسن حاجة الأراك. ودلوقتي الأراك عملوا منه معجون أسنان من البودرة اللي فيه دي اللي هي مخفية اللي بيحاولوا يخرجوها منه.